خليني اقول لكم على مفاجاه، وهي ان الصيام المتقطع اصلا مش دايت، عشان نكون متفقين. الصيام المتقطع هو اطار تنظيمي لاكلي على مدار اليوم، لو هنعرف نوصفه الوصف دقيق، اطار تنظيمي لاكلي على مدار اليوم، ده الصيام المتقطع. الصيام المتقطع مش حاجه جديده، الصيام المتقطع موجود من الاف السنين، موجود ايام القدماء المصريين، موجود بيمثل نوع من الصيام المتقطع، الصيام رمضان والصيام المسيحي في الصيام الانقطاعي، وكمان في بعض الديانات والمعتقدات في جنوب شرق اسيا بيعتمدوا على الصيام بس لفوائد روحانيه اكتر من فوائد جسمانيه، وطبعا بيعود على الفوائد الجسمانيه بتاعته. لكن لو هنستخدمه للتخسيس، الطريقه المتعارف عليها ان احنا نبدا نصوم عن الاكل لمده 16 ساعه، بيكون مسموح في فترة 16 ساعة دي ان انا اتناول مشروبات لا تحتوي على سعرات حرارية، زي المية، زي المشروبات العشبية من غير اضافة السكر او العسل ليها. وطبعا 16 ساعة دولت بيكون داخل فيهم ساعات النوم، يعني بنام 8 ساعات وما باكلش 8 ساعات وباكل في 8 ساعات. ليه الدايت الصيام المتقطع او طريقة الصيام المتقطع، احنا قلنا هي اطار تنظيمي وليس الدايت، بيكون ناجحة مع بعض الناس؟ بكل بساطة بيفيد قوي الناس اللي ماشيه تلقط، لا ده انا دلوقتي في فتره صيام ما ينفعش القط، فبيقلل كميه التلقيط اللي بياخدها، فبالتالي اجمالا بياكل في 8 ساعات وجبتين او 3 وجبات، وجبات مشبعه، وجبات كبيره شويه، ما بيحتاجش ياكل في النص، فاجمالي السعرات الحراريه اللي داخله جسمه بتبدا تقل عن احتياجه، فبيبدا يفقد الوزن. ده بكل بساطه، ودي فكره الصيام المتقطع فيما يتعلق بالتخسيس. لكن طبعا في الفوائد الصحيه الثانيه ليه فوائد كتيره جدا، بيعلي اولا من كفاءه جهاز المناعه، بيطرد السموم او بيساعد الجسم انه يطرد السموم بتاعته بشكل اكثر كفاءه، بينظم لي مستويات الانسولين في جسمي لان منقطع على الفتره بتاعه الصيام، منقطع عن الاكل، فبينظم لي مستويات الانسولين في جسمي. ورقم اربعه في يعني ظاهره او ظاهره علميه اسمها الاوتوفاجي، وهي ان الجسم لما بيدخل في حاله صيام لفترات طويله بيبدا يشوف ايه هي الخلايا الضعيفه او المعطوبه او اللي ممكن بعد كده تتحول لخلايا سرطانيه، وبيبدا يهاجمها ويكسرها ويتخلص منها، وبالتالي بيضمن اكتر صحه الجسم وحمايته من الامراض.